بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين أما بعد أهلا وسهلا بكم من جديد طلاب الفيزياء للصف الحادي عشر علوم في حصة جديدة بعنوان قانون كولوم يتوقع منك عزيز الطالب من خلال هذه الحصة أن تحقق بعض الأهداف التالية أولا أن تذكر نص قانون كولوم ثانيا ان تعدد العوامل التي تعتمد عليها القوه الكهروستاتيكيه ثالثا ان توضح المقصود بالكولوم ورابعا ان تقوم بحل بعض المسائل الحسابيه على القوه الكهروستاتيكيه في البدايه ما المقصود بقانون كولوم لو كان لدي شحنتين نقطيتين بمعنى ان الابعاد الهندسيه للشحنه صغيره جدا مقارنة بالمسافة بين شحنة نقطية أخرى هذه الشحنتين Q1 و 2 وبينهما مسافة R وجد العالم كولوم بأن هناك قوة متبادلة جاهزة من هذه الشحنتين هذه القوة تتناسب تناسبا طرديا مع كل من Q1 و 2 وتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما إذا نص قانون كولوم القوة المتبادلة بين أي شحنتين نقطيتين تتفصل بينهما مسافة R تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقدار كل من الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما إذا معطيات القانون Q1 Q2 و R تربيع والناتج هو F إذا يمكن التعبير رياضيا عن قانون كولوم بحيث F تساوي ك في القيمة المطلقة ل Q1 في القيمة المطلقة لـ 2 على R تربية حيث Q1 تمثل شحنة الجسيم الأول بوحدة الكولوم Q2 تمثل شحنة الجسيم الثاني وأيضا بوحدة الكولوم R تمثل المسافة بين الشحنتين بوحدة المتر و F القوة الكهروستاتيكية أو القوة الكهربائية أو قوة كولوم بوحدة نيوتن. بقي في القانون كي. كي هو ثابت كولوم ويساوي تسعة في عشرة أس تسعة كقيمة. ويمكن إيجاد وحدة قياسه من خلال العلاقة بالضرب التبادلي F بالنيوتن. R تربيع بالمتر تربيع على Q1 في Q2 اللي هي كولوم تربيع. إذا يقاس ثابت كولوم بوحدة نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع، ويعتمد على نوع الوسط، فإذا كان الوسط هو الهواء أو الفراغ، فإن ك تساوي واحد على أربعة باي ابسلون نوت، وتسمى بالسماحية الكهربائية. إذن يمكن إيجاد ابسلون نوت بدلالة كي بحيث ابسلون نوت تساوي واحد على أربعة باي كي، وتساوي واحد على أربعة باي في 9 في 10 اس 9 وتساوي 8.85 من مية في 10 اس سالب 12 تقاس بوحده كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع فلاحظ عزيزي الطالب بان وحده قياس الابسلون مقلوب وحده قياس الكي هذه القيم فقط اذا كان الوسط بين الشحنتين هو الهواء او الفراغ اذا في هذه الحالة وجدنا بأن F تساوي K Q1 Q2 على R تربيع هو التعبير الرياضي لقانون كولوم نأخذ حالة خاصة إذا كانت Q1 تساوي 1 كولوم وQ2 تساوي أيضا 1 كولوم والار المسافة بين الشحنتين أيضا تساوي 1 متر كم تساوي القوة في هذه الحالة دعونا نتابع التعويض F تساوي 9 في 10 اس 9 في 1 في 1 على 1 اذا اف تساوي 9 في 10 اس 9 او اف تساوي قيمه ك الثابت بالنيوتن من خلال هذا التعويض يمكن تعريف الكولوم بانه الشحنه النقطيه التي تؤثر بقوه مقدارها 9 في 10 اس 9 نيوتن في شحنه نقطيه اخرى مماثله لها وتبعد عنها مسافه واحد متر في الفراغ هذا هو تعريف الكولوم وهو مهم جدا ننتقل الان الى تحديد اتجاه القوه الكهربائيه نعلم بان القوه كميه متجهه تحدد بمقدار ووحده قياس واتجاه مقدارها يحدد من خلال قانون كولوم اما الاتجاه ننظر الى كل من الشحنتين فإذا كانت الشحنات مختلفة في النوع فإن القوة تجاذب إذا كانت الشحنات متشابهة في النوع فإن القوة بينهما تنافر تمثل قوة التجاذب بأسهم للداخل بينما تمثل قوة التنافر بأسهم للخارج على نفس خط العمل اللي هو الآر أف واحد يرمز إلى القوة التي تؤثر فيها الشحنة الأولى في الثانية بينما أف اثنين واحد القوة التي تؤثر بها الشحنة الثانية في الأولى وهكذا. إذا كان في السؤال أكثر من شحنة نقطية يمكن إيجاد القوة المحصلة من خلال summation F1 اللي هي F من 1 على 2 F من 1 على 3 وهكذا حسب المعطى من السؤال والمطلوب. دعونا الآن ننتقل إلى المسائل الحسابية على قانون كولومب. شحنتان نقطيتان موجبتان في الهواء والمسافة بينهما 60 سنتيمتر إذا المعطى الأول هو R تساوي 60 سنتيمتر أو 6 من عشرة من المتر مقدار الأولى 4 مايكروكولوم إذا Q1 تساوي 4 في 10 السالب 6 ومقدار الثانية 9 مايكروكولوم إذا 9 في 10 السالب 6 إذا أعطيني Q1 وQ2 والR المطلوب الأول القوة التي تؤثر بها الشحنة الأولى في الثانية أي F1 2 أما المطلوب الثاني القوة التي تؤثر بها الثانية في الأولى F2 1 نعود في القانون F1 2 KQ1 Q2 على R تربيع K 9 في 10 أس 9 Q1 4 في 10 أس سالب 6 Q2 9 في 10 أس سالب 6 على 6 من 10 تربيع إذا 9 من 10 نيوتن. بنفس الطريقة F21 كي كيو 2 Q1 على R تربيع لاحظ التعويض نفس الكي K نفس Q1 نفس Q2 ونفس الار R إذا في هذه الحالة ما العلاقة بين F12 و F21 متساويتين مقدارا ومتعاكستين اتجاها إذا القوة التي تؤثر بها الأولى في الثانية تساوي وتعاكس القوة التي تؤثر بها الثانية في الأولى مثال آخر ثلاث شحنات نقطية موجبة موزعة ومبينة قيمها بالكولوم كما في الشكل احسب مقدار واتجاه القوة المؤثرة في الشحنة الموضوعة عند النقطة B إذا رح أحسب بالنسبة للشحنة B الموجودة مرة من A على B ومره من سي على بي والشحنات الثلاثه شحنات موجبه اذا الشحنه اي تؤثر في بي بقوه تسمى اف اي بي يمكن حسابها من خلال كي كيو اي كيو بي على ار تربيع 9 في 10 اس 9 في 9 في 10 اس سالب 6 قيمه كيو عند اي في 5 في 10 اس سالب 6 كيو عند بي على 3 تربيع هي المسافه بين اي وبي وبيكون الناتج 4.5 في 10 السالب 2 أما أف سي بي أيضا الشحنة سي تؤثر في بي بقوة يمكن حسابها بنفس الطريقة كي في كيو سي كيو بي على أر تربيع 9 في 10 أس 9 في 4 في 10 أس سالب 6 في 5 في 10 أس سالب 6 على المسافة بين بي و اللي هي 1 تربيع وبتطلع 18 من 100 الآن لتحديد الاتجاه موجب مع موجب A و ب موجب مع موجب تنافر إذا الأسهم لبرا يمثل ب السهم البرتقالي نحو اليمين أما بالنسبة ل C و ب أيضا موجب مع موجب تنافر إذا FCB تمثل باللون الأزرق ناحية اليسار طالما أنه في عندي قوتين واحدة يمين وواحدة يسار إذا المحصلة كما تعلمنا في الفصل الأول تكون طرح الكبير ناقص الصغير اذا سميشن اف 18 من 100 ناقص 45 من 100 وتساوي 135 من 1000 وباتجاه السالب اكس طبعا لانه في هذه الحاله ال 18 من 100 هي الاكبر من ال 45 من ال 1000 السؤال الختامي طبعا ليس شرطا ان تكون الشحنات الثلاثه موزعه على استقامه واحده قد تاخذ شكل مثلث او مربع او مستطيل في هذا الشكل لدي ثلاث شحنات مرتبه على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه 20 سم وضعت على رؤوسه 2 و وأربعة و 4 مايكرو كولوم كما هو موضح في الشكل والمطلوب مني احسب محصله القوى التي تؤثر بها الشحنات في الشحنه الموضوعه عند بي إذا في هذه الحالة سأحسب تأثير A على B بقوة FAB C على B بقوة FCB مقدارا بداية. FAB KQA QB على R تربيع ونعوض في القيم 9 في 10 أس 9 في 2 في 10 أس سالب 6 في 3 في 10 أس سالب 6 على 2 من 10 تربيع اللي هو طول ضلع المثلث متساوي الأضلاع. وتساوي 1.35 من 100 نيوتن. بنفس الطريقة اف سي بي كي كيو سي كيو بي على ار تربيع 9 في 10 أس 9 في 4 في 10 أس سالب 6 في 3 في 10 أس سالب 6 على 2 من 10 تربيع وتساوي 2 و7. طبعا الشحنات A و B موجب وموجب إذا تنافر إذا اف تنافر نحو الخارج بينما سي مع بي سالب مع موجب تجاذب اذا اف سي بي كما هو موضح في الشكل طبعا طالما ان المثلث متساوي الاضلاع اذا زوايا 60 60 60 وبالتالي الزاويه الخارجه سي بي تكون 120 درجه اذا في هذه الحاله نجد بان لدينا متجهين ويحصران بينهما زاويه يمكن إيجاد المحصلة من خلال طريقة متوازي الأضلاع الأول تربيع زائد الثاني تربيع زائد اثنين في الأول في الثاني كما هو موضح بالشكل وبالتالي summation F تساوي 2.34 من مية أيضا يمكن اتجاه إيجاد الاتجاه من خلال ساين ألفا تساوي بي على آر وإيجاد الألفا وتساوي 88 درجة تذكر عزيزي الطالب لحل هذه المسائل الرجوع إلى الحالات الخاصة من طريقة متوازي الأضلاع التي تعلمتها في الفصل الأول. إذا كانت المتجهات في نفس الاتجاه تُجمع بحيث R تساوي A زائد B. إذا كانت المتجهات في عكس الاتجاه تُطرح ونطرح الكبير ناقص الصغير A ناقص B هنا A أكبر من B. إذا كانت المتجهات متعامدة جذر A تربيع زائد B تربيع اما اذا كانت المتجهين تحصران بينهما زاويه نلجا الى الحاله العامه من طريقه متوازي الاضلاع هذا كل ما لدي لهذه الحصه شكرا لكم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته